في بالتأكيد مجموعة من النصائح يا جماعة لازم ناخد بالنا منها جدا و و و و ونشدد عليها جدا، متعلقة بذبح الأضاحي بطرق آمنة، إزاي نقدر إن احنا نحافظ عليها، إزاي نقدر نبردها نخزنها إلى آخره، التخلص من الحاجات اللي تبقى نتائج الذبح. بس قبل كل ده الناس اللي عندها الأضاحي بتاعتها في بيوتها، خلي بالكوا الدنيا حر حبتين، ياريت ياريت تترش بشوية مية، يعني الحيوانات سواء إذا كانت خرفان بقى، جمال، أبقار، جاموس، يعني أيا كان الأضحية نوعها إيه، لو سمحتوا من وقت للتاني لطفوا عليها بشوية مية، أرجوكوا أرجوكوا، دي مخلوقات ربنا، فلو سمحتوا لطفوا عليها بشوية مية. بالنسبة لإخواتنا الجزارين التجار إلى آخره، لطفوا على الحيوانات بشوية مية، ضروري جدا قوي خالص، نكسب ثواب. الثواب هيبقى اتنين، ان احنا لطفنا عليها وهوننا عليها الجو، والثواب التاني ان الاضاحي هتطلع لوجه الله سبحانه وتعالى. معانا على التليفون بقى الدكتور نبيل بكير، عميد كلية الطب البيطري بجامعة دمنهور. اهلا اهلا يا دكتور. اهلا وسهلا استاذ، ازي حضرتك؟ ازاي الصحه؟ ايه الاحوال؟ كله تمام الحمد لله؟ تمام، كل سنه وسيادتك بخير وسعاده باذن الله. بالصحه والسلامه، تنصحنا بايه يا دكتور؟ والله انا طبعا بشكر حضرتك وكل عام طبعا ومصرنا الجميله ديت بخير ان شاء الله وفي تقدم، وان شاء الله تقود الامم باذن الله سبحانه وتعالى. هو طبعا انا بشكرك، حقيقي اللقاء ده هو مهم جدا انه جه في ميعاده، لان طبعا احنا صبحي بكره الصبح ان شاء الله، وممكن نستمر لمده 3 ايام بتوع التشريق للذبح. مهم جدا حضرتك بس ننوه على السريع موضوع اختيار الاضحيه، ويمكن لاغلب الناس اختاروه تمام، مالناش علاقه بالجانب الديني، وطبعا حضرتكم استفدتوا فيه كتير، ولكن من شكل الحيوان المفروض الحيوان يكون المظهر بتاعه طبيعي تمام، يعني ما فيش مثلا افرازات انفيه، ما فيش افرازات في العين، ما فيش افرازات صدديه من مناخيره تمام، الحيوان نفس النظام ما يكونش فيه ورم في جسمه من بره او عقد في الجلد من بره، نفس الموضوع يكون الحيوان برضه جسمه متناسق، يعني شايل اللحم مش شايل ده، ان انا نبص من خلف الحيوان كده بطنه مش باينه، منطقه الصدر قدام بتك عليها بص عليها جامده برضه مش مليانه دهن وغيره، وظهره صح بنمسكه من ظهره كده نشوف اذا كان ظهره فيه لحم ولا لا، من عنده الضلوع ملحم ولا معظم، ايوه شايل لحم، ايوه بيكون شايل لحم طبعا، كل ظهر ما يبقى عليه بشايل لحم كويس وهكذا، دي بيسموه الفحص الظاهري. تقريبا احنا خلصنا من النقطه ديت اللي احنا بنتكلم النهارده في ليله العيد، فكل الناس بقى عندها الحيوانات بتاعتها. ايوه المهم بقى بكره حضرتك باذن الله او الناس اللي هتيجي تذبح لازم براحه الحيوان، راحة الحيوان، انت شايف حضرتك في اجهاد حراري شديد جدا طبعا، والجو نفسه حتى الناس مش مستحمله الجو صح، فما ينفعش بقى المظاهر الغير لائقه اللي احنا بنشوفها ديت، حيوان ينطلق في الشارع والحيوان يجري ويعرض الممتلكات العامه والممتلكات الخاصه طبعا للضرر، الكلام ده مش مظبوط، يقوم بعمليه الذبح ده المختص، ما ينفعش أيوة. كل واحد يجرب، ما احنا بنشوف تجربه نهائي تمام. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه حضرتك لازم ان انا اخد اعمل الحيوان ده اخليه يستريح من دلوقتي لغايه الذبح 24 ساعه قبل الذبح، ما اقدمش للحيوان اكل، اقدم للحيوان ميه فقط تمام، لغايه الذبح اقدم للحيوان ميه، ثم بعد كده اثناء عمليه الذبح ما ينفعش برضه الكلام الحاجات اللي احنا بنشوفها ديت، نتنه نجرب الحيوان والاطفال يلعبوا بالحيوان ويجروا، بعد كده الحيوان بعد ما يبقى مجهد والحيوان حصل له اجهاد عضلي شديد جدا، نيجي بعد كده ان احنا نذبحه ويتخزن حاجات في جسمه كتيره جدا طبعا تضر باللحمه بشكل طبعا عام. المهم جدا طبعا بعد ذبح الحيوان ان احنا نسيب الحيوان يعمل ادماء كامل، انه مهم جدا ان الحيوان يتخلص من كل الدم الموجود في جسم طبعًا. الحيوان، ثم بعد كده حضرتك نعمل عمليه السلخ، ثم بعد كده عمليه تعليق الحيوان وتفريغ الحيوان. نقطه مهمه جدا يا استاذ يوسف، ايه بيحصل حضرتك خاصه في الريف المصري عندنا، تبص تلاقي الناس من كتر جزار واحد بيذبح لكل الناس، يجي ذبح الحيوان وسلخ الحيوان ومعلق الحيوان ويجي واخد جزء من الدبيحة على طولهم يعني يستعملوه، ويقول لهم هفرغ لكم الحيوان اخر النهارده، موضوع خطر جدا، لازم بعد ما اذبح الحيوان مباشره فرغ على طول وسلخ الحيوان وعلق الحيوان، لازم اعمل عمليه تفريغ طبعا. مهم جدا حضرتك بعد ذبح الحيوان بتبدا هجره شرسه جدا من كل الميكروبات الموجوده في الامعاء والمعده بتاعت الحيوان الى اللحوم، فمهم جدا ان انا اتخلص من كل الاحشاء الداخليه ديت بعد عمليه الايه؟ بعد عمليه السلخ مباشره. اوكي، ثم بعد كده اعلق الحيوان واسيبه واغسل طبعا غسيل كويس جدا عشان مش هغسل حاجه بعد كده، بعد ما اقطع واحط في الثلاجه مفيش حاجه اسمها غسيل بميه نهائي، اغسل الحيوان كويس جدا كجثه كامله تمام. وطبعا ممنوع اي حاجات من داخل القناه الهضميه النتيجه عن اللحمه بشكل عام، اضبط بقى عند منطقه الزور بفتله كده اهوت، واخد بالك حضرتك عشان ما ينزلش بحاجات من الامعاء بشكل عام على اللحوم. أيوة. واربط عند فتحه المخرج، والجزارين والمختصين حتى الناس اللي ذبحوا قبل كده عارفين النقطه دي كويس جدا، في سبيل كل الاحشاء الداخليه تنزل كامله ما تختلطش باللحوم.
بعد ما اذبح واغسل كويس جدا اسيب الحيوان فتره التشميع، ان الحيوان يحصل له تيبس رمي. تمام، نقطه مهمه جدا حضرتك، لان دي بيقلل نسبه البي اتش بتاعت اللحوم، بنزلها الوسط اللي هو الحمضي. الوسط الحمضي حضرتك بيبدا يخلي انزيمات اللي هي الصحيه تبدا تشتغل في اللحوم، الى جانب بوقف عمل كل الميكروبات المسببه للفساد. فعشان كده مهم جدا بعد ما فرغت كرات اسيب الحيوان كده شويه ايه 5-6 ساعات ان هو يحصل له موضوع التشميع. ثم بعد كده حضرتك ان انا اقطع اللحوم ديت، ابدا اقطع اللحوم وابدا احط اللحوم ديت قدام مروحه. تمام، وبعد المروحه ديت احطها في الثلاجه من تحت، بسموها مرحله التبريد. في فرق بين التبريد والتجميد. تمام، مرحله التبريد ده احط صف واسيبه لما يبرد تماما، ثم بعد كده احط الصف الثاني واسيبه لما يبرد وهكذا. الناس بيجوا حضرتك عاملين ايه، حاطين اللحوم فوق بعضها في اكياس او مقسمها كيلو او غيره، ويجي حاططها كلها فوق بعض، فيما يبقى اللي تحت هيبرد او الجوانب كلها هتبرد، الفوق ما بردش لسه سخن. ايوه، اللي يحصل له بقى حضرتك اللي هو ايه، اللي يتغير اللون بتاعه الاخضر. ايوه، او يبدا يحصل له ما ايه عفن بشكل ايه بشكل يبدا كبير. يبوظ مننا بقى، فلازم نبقى يعني حريصين في المساله دي جدا جدا جدا. انا بشكرك جدا يا دكتور نبيل، كل الشكر دكتور نبيل بكير عميد كليه الطب البيطري بجامعه دمنهور، وكل سنه وحضرتك طيب.